لا غيديرها غيديرها سيدة بلال. تحية 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 نضالية تحية نضالية الجماهير الشعبية. أولا نعزي أسرة المرحوم عادل الزيتي الشهيد عادل الزيتي الذي أفنى حياته في خدمة ساكنة العرائج وساكنة الشمال والشغيلة التعليمية، وكان يضع يده في يد جميع الأطر النضالية الحية بالمدينة. أيضا نحيي الفاعليات الحاضرة النقابية، الاتحادات النقابية والسياسية والشبيبية والحقوقية، جميع أطراف منظمة المجتمع المدني والحقوقي. إذن وقفتنا في هذا المساء فداء والتزاما منا بالقضية التي كانت تؤطر حياة عادل الزيتي المرحوم الشهيد عادل الزيتي الذي راح ضحية الإهمال الطبي في المستشفى الإقليمي لالا مريم. نحن اليوم فداء وتكريما لروح عادل الزيتي، فإننا نحتج وندين هذا التصرف وهذا يعني الإهمال الذي أدى إلى وفاته، ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق القانونية والحقوقية. أولها الحق في الحياة والحق في الصحة التي هي من أولويات التي تؤطر الحاجة. إلى وفاة الشهيد عادل الزيتي، وهو أنه تم استقباله في هذا المستشفى البؤرة السوداء حيث لم يراعى فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية بما يدعى ببروتوكول صحي الخاص بكوفيد 19 بدون احترام أي سند طبي واضح. تم إجراء تيست رابيد كما تعرفون ديال 5 مينيت ودخلوه لواحد الغرفة العزل اللي هي يعني في ديك اللحظة هذيك ما كانش من المفروض أنه يدخل ديك العزل، وتم الإقفال عليه لمدة 48 ساعة داخل الغرفة بدون تلقي أي عناية وبدون حتى الحالة النفسية دياله ورعاية الحالة يعني ظروف الإيواء غير ملائمة. لذلك 48 ساعة السيد عادل الزيتي المرحوم كان في واحد الوضعية اللي تلقى فيها شتى أشكال الإهانة والإهمال من طرف الأطر بالمستشفى هنا الإقليمي، ولا نعرف لحد الآن أي لا نتوفر على أي معلومات دقيقة وصحيحة بسند طبي واضح يوضح لنا الحيثيات والملابسات ديال الوفاة ديال المرحوم عادل الزيتي. ونحن الآن نطالب لحد اليوم لم نتوصل بأي تقرير طبي يبين ويوضح هذه الحيثيات، وعلما أن يعني من المفروض التيست كيوجد في 48 أقصى 72 ساعة، اليوم 15 يوم باقي التقرير ديال الواقعة اللي طلبنا به بشحال هذه وحكيوا لنا شنو كاينه، حتى شي مسؤول ما تواجه معنا، لا المندوب الإقليمي ولا المدير ديال المستشفى ولا حتى على مستوى يعني التفاعل ديال السلطات. طبعا لحد الان باقي ما عندنا حتى شي ادنى معلومه. لذلك نحن هنا لا نسائل فقط الوضع الصحي الكارثي ديال المنظومه ديال المستشفى الاقليمي لالا مريم، اللي هو ليس الا جزء بسيط جدا من عش الدبابير داخل المنظومه الصحيه التي نواجه من خلالها سياسه الدوله
لا تحترم حياة المواطنين، لا تحترم الحق بالصحة، لا تحترم كرامة المواطنين. لذلك فنحن نسائل هذا البروتوكول الذي يتم إنزاله بالقوة، بروتوكول يتم إنزاله بالقوة مع عدم توضيح أو قيام الدولة بأي مسؤوليات تترتب على الأخطاء والإهمال ولا يا شهيد ارتاح ارتاح، صلوا واصلوا الكفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح، يا عزيز ارتاح ارتاح. ويا شهيد ارتاح ارتاح، صلوا واصلوا الكفاح. يا زيت ارتاح ارتاح، صلوا واصلوا الكفاح. يا زيت ارتاح ارتاح، صلوا واصلوا الكفاح. والزيت ارتاح ارتاح، صلوا واصلوا الكفاح. ويا زيت ارتاح ارتاح، صلوا واصلوا الكفاح. ويا زيت ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. سنواصل الكفاح. عادل الزيتي الذي قدم حياته فداء لخدمة الساكنة وخدمة الشغيلة التعليمية وخدمة المجتمع المدني، وحتى يعني جميع اللي كان كيتوجه لعادل الزيتي كيلقى باب داره مفتوحة في الوقت الذي يتوفى فيه وحيدا معزولا داخل اسطبل لا يليق بكرامة الإنسان. فما بالك بإنسان ضحى لأجل حياته؟ كانت المدينة كلها كتعرف عادل الزيتي في الوقت اللي غيموت وحيد مهجور، غيتدفن بواحد الطريقة اللي هي مشبوهة، ما عندهاش تقرير طبي صحيح، بهذا البروتوكول الصحي، حتى حق جنازة في المستوى ما شفناش عادل. طالب كما يعني يحكى لنا من الأقارب ديالو أنه تلقى جرعة الأكسجين ما جبرهاش، تخنق مات بالاختناق رغم انه ما كانش عنده، كان عنده يعني الاعراض ديال الكورونا ما كانتش واضحه. ما يمكنش عادل الزيتي كان قوي صحيح يدخل للمستشفى والله يرحمه. لذلك قضيه عادل الزيتي لا تقف عند عادل فقط، فاي مواطن هو المعني. ما يمكنش نستسلموا امام 48 ساعه اي مواطن يدخل المستشفى يقول لا اله الا الله رحمه الله عليه. واش نزولوا الخدمه الصحيه من الدستور؟ واش نزولوا الحق بالحياه والصحه من الدستور؟ علاش حنا دافعين الضرائب؟ هاد المنظومة هادي اليوم اللي كنا كنترجاو فيها انها تعمل واحد سياسة ثورية باش تشوف وتراعي المتغيرات ديال اللي كشفتنا عليها الجائحة كورونا، كنلاحظوا ان هاد القطاع باقي فيه الفساد، باقي فيه الرشوة، باقي فيه المحسوبية، باقي فيه الزبونية. ما يمكنش حتى الناس اللي كانوا كيترجاو انهم ربما سوف يسلمون من هاد الكارثة هادي تم الإهمال ديالهم. إدارة نعيمة أيقظوها بالنضال والصمود. إدارة نعيمة أيقظوها بالنضال والصمود حركوها. إدارة نعيمة أيقظوها بالنضال والصمود حركوها. إدارة نعيمة أيقظوها بالنضال والصمود حاسبوها. والإدارة وقوك الإدارة إدارة التماطل وطول انتظار. إدارة التماطل وطول انتظار في الصيف والشتاء، الصبح والمساء. والإدارة وكوك الإدارة أوكوك الإدارة إدارة نعيمة أيقظوها بالنضال والصمود حركوها. إدارة نعيمة أيقظوها بالنضال والصمود حاسبوها. إدارة نعيمة أيقظوها بالنضال والصمود حاسبوها. لحد الآن لا زالت المسؤولية ملقاة على عاتق وزارة الصحة في شخصها المدير المندوبية، كذلك المدير المستشفى. لحد الآن
إهانة للأسرة المرحوم عادل الزيتي اللي ما تسلموش التقرير الطبي على هذا. إذا لحد الآن نحن باقين كنطالبوا بخروج ويعني ولا يعني يفرجوا لنا على التقرير. باقي حتى شي واحد ما سأل هذه الأسرة وشافش اللي كاينه. نحن اليوم نسائل سياسة الدولة كما نسائل جميع المتدخلين سواء كانت الدولة. علاش ما تصورت مع المواطن شنو هو الحل الواجب خصو يتعمل في المستشفيات اللي كلشي كينادي به؟ علاش ملي تنشروا الفيديوهات في مراكش او في غير ذلك كيمشي الوزير كيعمل دوره وكيزيد بحالو بنفس الحاله كما كنلاحظوا كما كنعقلوا مزيان الوفاه ديال الشهيده فرح ايضا بسبب الاهمال الطبي. علاش كنسالوا سياسه الدوله؟ الموارد البشريه ما كايناش. واش فعل المغاربه بان لكل 1000 نسمة فقط طبيب ونصف في الوقت الذي توصي منظمة الصحة بخمس أطباء؟ والوزارة كتقول لك لا باقي خصنا غير واحد باش يرجع عندنا جوج ونص. بناء على ماذا؟ معطيات مغلوطة. لأن بناء على المستشفيات اللي كاينة، ولكن كاين مناطق ما فيهاش مستشفيات، أقلها وزان ما فيهاش مستشفى إقليمي. قتلوهم عدموهم قتلوهم عدموهم احنا لحد الان مبارك الروحه لحد الان يعني اللي كنطالبوا به الفتح تحقيق جدي ومسؤول ومستقل في قضيه عادل الزيتي. وما خصناش بعيدا عن منطق اكباش الفداء اللي غتلفق التهمه لشي تكنيسيان ولا ممرض. هادشي المغاربه منو كنطالبوا بفتح تحقيق مسؤول ومستقل وانه يكون موجه لسياسه الدوله يناقش وينتقد سياسه الدوله ويشوف لنا اش فين كاين الخلل. يعني في النهايه ديال الوقفه كنختموا كنوجهوا واحد الدعوه للاخوان. كاين واحد الوقفه نهار الخميس على الساعه 6 في ساحه التحرير ونتمنوا جميع يا سلام عليها يا سلام يا سلام ديمقراطيه مالوكا شعوكا يا سلام سلام. هي فين هي وفين هي فين هي فين هي فين هي وفين هي فين هي فين هي فين هي والصحة العمومية والصحة العمومية فين هي فين هي فين هي فين هي والصحة العمومية والصحة العمومية وفين هي فين هي فين هي فين هي والصحة العمومية والصحة العمومية والصحة العمومية والصحة العمومية هذا مغرب الله كريم هذا مغرب الله كريم ولا صحة لا تعلم ولا صحة لا تعلم ولا صحة لا تعلم ولا صحة لا تعلم هذا مغرب الله كريم هذا مغرب الله كريم ولا صحة لا تعلم ولا صحة
سنأتي ولن نخلف الموعد.